في الهند، الطلبة السوريون وأبناء الجالية يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم الأم سوريا في وجه الإرهاب والتطرف والهجمة العدوانية التي تستهدفها. عادت المسيرات إلى ساحات العالم تضامنا مع سوريا، حيث لم تستطع شراسة ما أعد من حملات كاذبة أن تمحو ما تعنيه سوريا في وجدانهم. طلبة سوريا في الهند وأبناء الجالية العربية السورية أكدوا وقوفهم إلى جانب وطنهم الأم سوريا في وجه الإرهاب والتطرف والهجمة العدوانية التي تستهدف أمنها واستقرارها والمساس بوحدتها الوطنية وثنيها عن مواقفها الوطنية والقومية. نحن جينا اليوم هون لحتى نأكد وقفتنا مع أهلنا بسوريا، نأكد وقفتنا مع جيشنا، الجيش العربي السوري اللي هو رمز العزة، رمز الكرامة، مع قائدنا قائد بشار الأسد الله يحمي لنا إياه، وجينا نتأكد اليوم نقول الله يرحم الشهداء. في المسيرة الحاشدة التي نظمها فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا أمام السفارة السورية في العاصمة الهندية نيودلهي، عبر أبناء الجالية عن رفضهم القاطع لكل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية. جينا نرد الدين لسوريا، وهذا أكثر شيء نقدمه لها، لأن لسوريا دين ليس في أعناق العراقيين فقط بل لكل الأحرار في العالم. ما يحصل لسوريا من تدمير ليس له أي علاقة بالديمقراطية، وإنما ضريبة تدفعها لتبنيها لمشروع المقاومة. إن شاء الله قلب واحد وحجاية واحدة وإيد واحدة إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب نرجع مثل قبل، وإن شاء الله ترجع سوريا مثل قبل أهلها وناسها يا رب. رفع المشاركون شعارات مؤيدة للحوار الوطني ومناهضة للإرهاب والتطرف والعمليات الإجرامية للمجموعات الإرهابية، مؤكدين رفض الفتنة والتدخل الخارجي. بالروح بالدم نفديك سوريا، بالروح بالدم نفديك سوريا. وشارك في المسيرة عدد من المواطنين الهنود، بينهم زعيم حزب البانترز بيم سينغ ومحمد يونس صدقي زعيم جبهة المسلمين الموحدة لعموم الهند وتنظيم الأمة الحق لعموم الهند، الذي سلم رسالة للسفارة عبر فيها عن تضامنه مع سوريا وإدانته للدعم الأمريكي الإسرائيلي للمجموعات الإرهابية المسلحة. والتقى السفير السوري رياض عباس المشاركين في المسيرة وأثنى على تضامنهم مع سوريا، مقدما شرحا موجزا لحقيقة الأحداث فيها. اللجنة الشعبية الفلسطينية للتضامن مع سوريا وقيادتها الوطنية أقامت وقفة تضامنية في قرية كفر قلع في المثلث الفلسطيني ضد ما تتعرض له سوريا من هجمة تستهدف أمنها واستقرارها. والمشاركون يعبرون عن رفضهم لجميع المبادرات الصهيوقطرية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. أزاء ما تتعرض له سوريا من عدوان وأعمال إرهابية هدفها إخضاع سوريا شعبا ودولة ومقدرات لمصالح الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية، أقامت اللجنة الشعبية للتضامن مع سوريا وقيادتها الوطنية وقفة تضامنية على مدخل قرية كفر قرع في المثلث الفلسطيني تحت شعار سوريا منتصرة. عم بيلعبوا بالشعوب العربية كيف ما بدهن. ست هيلاري كلينتون لما كانت وزيرة خارجية شو قالت؟ قالت سنحارب الشعب السوري منه فيه، وهذا اللي صار. هن مستهدفين سوريا لأن سوريا قلعة، قلعة الصمود وقلعة المقاومة. مع الوطن السوري، مع الوحدة السورية، القلب النابض للأمة العربية والإسلامية، من منطلق وطني قومي عربي ديني إسلامي، أنا جاي أتضامن مع سوريا كوطن. فلسطين هي جزء من الشام. تحية لبشار الأسد الزعيم العربي وزعيم الأمة العربية، وتحية للشعب السوري. إن شاء الله سوريا تنتصر على الإرهابيين، والخزي والعار لأردوغان، لحمد، للسعودية، حكام السعودية مش السعوديين، للكرد واوي الذي يفتي بقتل النساء والأطفال والشباب. وأكد المعتصمون الذين رفعوا الأعلام السورية والفلسطينية واللافتات المنددة بالحرب على سوريا أن استهداف سوريا هو استهداف للقضية الفلسطينية، والسكوت عن الأعمال الإرهابية والتآمر على سوريا هو مساندة للعصابات الإرهابية
وما الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري البطل إلا تأكيدا على نصر قريب لسوريا. احنا مستعدين نظلنا واقفين عبين ما يخلص الجيش العربي السوري يحسم الموقف. احنا على نار بنستنى يوم يوم، هون الله راد لو بيطلع فينا نروح نقاتل من اخرش، اما احنا هن قدوا قدود. كما عبروا عن رفضهم لجميع المبادرات الصهيونية التي ترمي الى وأد القضية الفلسطينية والمتاجرة بدماء الشعب الفلسطيني، وان قطر ما زالت مصرة على القيام بدور المتعهد الوضيع للمخططات الصهيونية. انما يكون به رئيس وزراء قطر حمد وأميره الذي أبعد أباه، بل أقول تآمر عليه، فكيف لا يتآمر على قضية فلسطين؟ الذي يريد أن أقوله في هذا المجال، قطر ولا غير قطر يستطيع أن يمثل الشعب الفلسطيني بتاتا. ما عجز عنه الكيان الصهيوني وأمريكا على مدى 6 عقود ونيف تقدمه اليوم قطر وجامعة الدول العربية لهم على طبق من فضة بمبادرة وأد وبيع للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. عطف فرحات التلفزيون العربي السوري من مدخل مدينة كفر قرع فلسطين المحتلة.